بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. النهاردة هنتكلم على آخر محاضرة في الكورس بتاعنا، وهي محاضرة خاصة بالماثيماتيكس أو فاينانس أو بالرياضيات المالية. هناخد موضوع خاص بالرياضيات المالية، وهو concepts of simple interest and compound interest، اللي هو مفهوم الربح البسيط والربح المركب. ازاي بنحسب الربح البسيط والربح المركب؟ ايه هو الربح البسيط وايه هو الربح المركب؟ الـ simple interest is based on the principal amount of a loan or a deposit. يعني ايه؟ يعني لو عندك مبلغ اساسي اوكي لقرض او وديعه، ولو كانت مثلا وديعه بتستثمره لفتره زمنيه معينه، فايه هي قيمه الفايده اللي هتاخدها اوكي الانترست اللي هتاخدها، وبيحسبوها بطريقه السيمبل انترست. طب ايه هو الكومباوند انترست؟ بنقول الكومباوند انترست از based on the principal amount and the interest that accumulates on it in every period. يعني ايه؟ يعني الربح المركب بيحسب على المبلغ الاساسي اللي انت هتحطه، لو كان استثمار مثلا بتستثمره او قرض بتاخده من البنك، و مع الفايدة المتراكمة accumulates interest that accumulates، فايدة متراكمة على هذا المبلغ في كل فترة زمنية محددة. طبعا البنك بيقولها لك. معنى الكلام ده ايه؟ هنيجي نشوف دلوقتي المقصود بالسيمبل انترست. اولا اللي هي الفايدة البسيطة. الفايدة البسيطة او السيمبل انترست بنحسبها ازاي؟ الفاليو بتاعتها بتحسب ازاي؟ لازم عشان احسبها لازم طبعا اكون عارفة البرينسبال اماونت اللي هو المبلغ الاساسي او المبلغ اللي هيتحط عشان احسب عليه الفايدة، وعارفة الريت اللي البنك هيدهولي rate of interest اللي هو معدل الفايدة البسيطة اللي البنك هيحسب بيه الفايدة، وده بيكون percentage يعني بنسبة مئوية، ولازم أعرف period of time اللي هو number of years اللي هيتحط فيها المبلغ للاستثمار او قرض، الفترة الزمنية اللي هي عدد السنين اللي هاخدها ان كان قرض او ان كان استثمار، ودي بتكون per years بالسنين اوكي بسنوات، او بتكون بجزء من السنة. يعني بتبقى لو كانت مثلا هحط المبلغ لعدد من الشهور اوكي، فيبقى بشوف عدد الشهور اللي انا هيقعد فيها المبلغ ده، هستثمر فيه المبلغ بالنسبة للسنة قد ايه، جزء من السنة قد ايه، السنة فيها 12 شهر فبقسم النمبر of months على ال 12. طب لو كان بالدايز ايام، فساعتها عشان اعرف جزء من السنة ان ده هي بتساوي كام، بقسمها على 360، لان السنة التجارية او الفايدة التجارية بتحسب او بتعتبر ان كل الشهور عبارة عن 30 يوم، ف30 في 12 هيبقى 360 يوم، فهشوف عدد الأيام قد إيه نسبتها من 360 يوم. ده بالنسبة لحساب قيمة
الفايدة البسيطة. طب لو حبينا نشوف المبلغ المستحق، الاماونت اوف ماني ريسيفد ات ذا اند اوف ان ييرز، في نهاية المدة. تمام، المبلغ المستحق ده طبعا اكيد بجيبه ازاي؟ بجمع على المبلغ الاساسي principal amount، بجمع عليه قيمة الانترست اللي انا حسبتها capital I. فلو جينا ممكن احط الاكسبريشن ده على شكل P between two brackets، بحط 1 plus I times N، حيث ان الكابتال I اللي هو الانترست فاليو بتساوي زي ما قلنا P times I times N، فباخد هنا ال P common مشترك. تمام، يبقى اذا انا بالقانونين دول بقدر اجيب كابيتال اي اللي هي الانترست اماونت، وبقدر اجيب كابيتال اي الماني اوف الاماونت اوف ماني ريسيفد ات ذا اند اوف ان ييرز، المبلغ المحصل او المستحق بعد عدد ان من السنوات. نيجي نشوف امثله. Example 1. Like what is the simple interest of 4,000 pounds at 10% interest rate for؟ عندي طلبة منك تحسب لي simple interest اللي هو capital I زي ما شفنا في المثال، عند فترات زمنية معينة أو مدد زمنية معينة. فبقول لك ايه، اوجد قيمة الفايدة البسيطة على مبلغ 4000 جنيه مصري مثلا بمعدل فائدة 10% ولمدة زمنية مختلفة. اول مدة طلبها منك اللي هي لو كان المبلغ ده هيستثمر لمدة 3 months. تمام، المدة التانية لو كان هيستثمر لمدة 300 days 300 يوم، لو كان هيستثمر خلال 10 months and 40 days يعني 10 شهور و 40 يوم. نمسك الايتم الاولاني او المطلوب الاول، عايز اجيب الـ simple interest amount لو البنك استثمرناه لمدة 3 شهور هعمل ايه؟ القانون بتاعنا قلنا عشان حساب الـ simple interest هو زي ما احنا شايفينه، يبقى الـ P principal amount اللي هو المبلغ الاساسي 4000 pounds. تمام؟ طيب small i، small i اللي هو الـ interest rate اللي هو 10% يعني 10 over 100. طب والـ N، الان هنا مش بالسنين، لا الان هنا بالمانث 3 months، يبقى عايز اعرف 3 months قد ايه من السنه، ده جزء من السنه، يبقى بقسم 3 على 12 شهر، يبقى ساعتها اقدر اجيب الفتره الزمنيه اللي هو 3 months قد ايه من السنه اللي هي small n. بعوض في القانون بتاعنا، ادي الكابيتال اي اللي هي المطلوبه السيمبل انترست اماونت او فاليو عباره عن كابيتال بي اللي هو 4000 تايمز الريت اللي هو 10% تايمز الثلاث شهور 3 على 12، وبحسب الكلام ده هيطلع لي 100 pounds. يبقى انا المبلغ الاساسي بتاعي اللي هو اللي انا هستثمره 4000 طلع لي 100 pounds لما تحط لمدة 3 شهور. طيب اذا كان نفس الاماونت اوف ماني ده هي البرينسيبال اماونت، هحطها
عشان استثمرها لمدة 300 يوم. تمام، يبقى ال N هحسبها ازاي؟ يبقى ال N هقول 300 على 360، فهقدر اعرف ال 300 يوم دول قد ايه من السنة. تمام، واعوض في القانون بتاع السيمبل انترست، ادي البرينسبال اماونت 4000 والريت هو نفسه 10% ومضروبة في المدة اللي هستثمر فيها المبلغ 300 على 360 يوم، هيطلع لي القيمة دهيت. يبقى قيمة دهيت في حالة لو أنا استثمرت نفس المبلغ ده اللي هو 4000 في مدة 300 يوم. طب الايتم سي آخر مطلوب، لو كان نفس المبلغ بنفس الريت اللي هو نسبة الربح بس هيقعد المبلغ لمدة 10 شهور و40 يوم. تمام، طيب يبقى هعمل ايه؟ هاخد العشر شهور ده هي وحولها قد ايه من السنة، وهاخد الاربعين يوم وحولها اشوفها قد ايه من السنة. يبقى 10، جيب الشهور هقسم على 12 زائد الاربعين اللي هي بالايام بالدايز هقسمها على 360، ويطلع لي هنا قيمة ال N. ساعتها بعوض بقيمة ال N في القانون بتاعي، ادي كابيتال I اللي هو الانترست سيمبل انترست فاليو عبارة عن البرينسيبال اماونت في الانترست ريت في الفترة او المدة الزمنية اللي هستثمر فيها المبلغ اللي هي 10 شهور و40 يوم، هتطلع لي 376 باونز جنيه. تمام، الموضوع بسيط جدا وواضح، وزي ما شفنا هو قانون بسيط. طب نشوف القانون الثاني للسيمبل انترست، وهي ال amount اللي هنستحقها او المبلغ اللي هيستحق او المحصل في نهاية المدة. ففي مسألة اهي عليه بقول لك a company borrows 86,000 for 3 years at 14% simple interest. How much does it have to pay back at the end of the loan period? يبقى إذا أنا عندي شركة اقترضت مبلغ 86,000 دولار، أوكي، لمدة 3 سنوات بفايدة بسيطة 14%، فعايز أعرف المبلغ اللي سوف تدفعه في نهاية مدة القرض. يعني هتدفع للبنك في نهاية القرض قد ايه؟ هنشوف الـ principal amount اللي هو المبلغ المفروض الشركة هتقترضه وهو 86,000 بالريت نسبة simple interest هيكون 14% والمدة بالسنين اللي هو بتاعة اللون او بتاعة القرض لمدة 3 سنين. فيبقى القانون طالما طالب مني انه يشوف المبلغ في نهاية المدة اللي الشركة هتدفعه للبنك، يبقى كابتل A بيساوي القانون بتاع السم او المبلغ المحصل في نهاية القرض او في نهاية الاستثمار. فهنيجي نشوف، بنعوض طبعا في هذا القانون كابيتال اي هيساوي ال بي او 86,000 مضروبه في، بفتح تو براكتس 1 بلس اي تايمز ان، قلنا الاي اللي هي 14% اللي هي 14% والان مده القرض هيكون 3 سنوات في 3. بعمل الحسابات بتاعتي دهيت
اوكي هيطلع لي المبلغ اللي المفروض الشركة تدفعه في نهاية الثلاث سنين، هو 122,120 دولار. تمام، يبقى ده المبلغ اللي المفروض تدفعه في نهاية مدة القرض. موضوع بسيط ما فيهوش اي مشاكل. نتنقل على الجزء الثاني من المحاضرة، وهو الكومباوند انترست. ازاي بحسب الكومباوند انترست او الربح المركب؟ هناخد هنا مثال بسيط عشان نفهم ايه هو الكومباوند انترست او الربح المركب. يعني لو عندي هنا، اذا جيت واستلفت، اقترضت، اوكي، if you borrow 200 pounds، 200 جنيه لمدة 3 years، اوكي، at 7% compound in annual rate of interest. كلمة annual يعني هيتحسب الانترست سنويا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي المبلغ الاساسي او البريزنت او البرنسبل اماونت، انا حاطه 200، نيجي نشوف، بقول بيتحسب سنويا الكومباوند انترست في الحاله دي. يعني ايه؟ يعني في السنه الاولى هناخد ال 200 جنيه على انها هي البرنسبل اماونت، وهنضربها في الريت بتاعي اللي هو 7% في الفتره الزمنيه اللي اتفقنا عليها لحساب الربح، وهي سنة. تمام، يبقى على 200 جنيه في السنة الأولى نهايتها هكسب 14 جنيه. أجي السنة الثانية هعمل إيه؟ باخد الـ interest amount اللي هي 14، بضيفها على المبلغ الأساسي 200، هيبقى الـ principal amount عندي 214. هحسب عليه الربح بتاعي لمدة سنة، هربح على 214 قد ايه؟ 214 في 7 على 100 لمدة سنة واحد هتطلع لي 14.98%. يبقى ده الربح اللي هاخده، اوكي، في السنة التانية. هعمل ايه بقى في السنة التالتة؟ باخد الربح الاساسي بتاع السنة التانية، القيمة الاساسية بتاعت السنة التانية، المبلغ الاساسي اللي هو 214، بضيف عليه الربح اللي انا اخدته في نهاية السنة التانية، قيمة الربح، بضيفهم على بعض، يبقى الـ principal amount في السنة التالتة هي القيمة دي. هاخدها هي الـ principal amount واحسب الربح في السنة التالتة. تمام، يبقى في ثالث سنة اللي هي في نهاية المدة، الربح في السنة الثالثة طلع لي المبلغ ده اللي هو 16.03 جنيه. تمام، يبقى إذا إجمالي المبلغ المستحق هو 228.96 اللي هو الأساسي بتاع السنة الثالثة ده، زائد المبلغ اللي أنا كسبته في السنة الثالثة، الربح اللي انا حسبته في السنة التانية، يبقى ده المبلغ المستحق. طب افترض انا عندي 10 سنين، هعمل ايه؟ يبقى هحسب الربح بتاع السنة الرابعة واخده واضيفه على الاساسي بتاع السنة الرابعة، يبقى هو ده الاساسي بتاع السنة الخامسة and so on. يبقى باخد الربح كل سنة واضيفه على البرنسبل اماونت للسنة اللي قبلها، وهكذا، عملية تراكمية. فإحنا استنتجنا من الموضوع ده القانون التالي، يبقى عشان أجيب المبلغ النهائي في نهاية المدة بحساب طريقة الكومباوند انترست، القانون هو عبارة عن البرنسبل اماونت اللي هو المبلغ الأساسي اللي أنا بحطه، بي تايمز between brackets 1 plus i، كل ده to the power capital N. المضمون بقى هنا في capital N،
كابيتال ان هي عبارة عن payment periods اللي هي عدد الفترات الزمنية الكلية في كل المدة، تمام؟ زي المثال اللي فات، عدد الفترات الزمنية الكلية في كل المدة كانت كم فترة؟ كانت 3 فترات في 3 سنين، تمام؟ طيب N1 اللي هو total number of years اللي هي عدد السنين الكلية، عدد السنوات الكلية. طيب اجمالي عدد السنين. وN2 اللي هي دي اللي هتتقسم عليها، دي the period periodic time per year اللي هي الفترة الزمنية بالسنين أو بجزء من السنة، زي ما هنفهم دلوقتي في المثال. يعني هناخد المثال اللي فات، المسألة اللي فاتت، ونيجي نستخدم القانون ده. يبقى عرفنا المسألة اللي فاتت كان الـ principal amount أو المبلغ اللي هيتحسب عليه الربح المركب هو عبارة عن 200 pounds، تمام؟ والريت 7%. طيب عدد إجمالي عدد السنين، عدد السنوات اللي هو N1 اللي هو 3 سنين. طب الربح هيتحسب، الفترة الزمنية اللي هيفضل الربح يتحسب فيها قد إيه؟ هي كل سنة، يبقى لمدة فترة زمنية سنة واحدة، يعني كل سنة هيتحسب الربح بتاعي، تمام؟ يبقى كابيتال N عبارة عن إيه؟ N1 اللي هي 3 مقسومة على N2 اللي هي الفترة الزمنية اللي هيتحسب عندها الربح اللي هي بتساوي 1 سنوية كل سنة، تمام؟ و small i اللي هو الريت بتاعي 7%، والبرنسبال اماونت اللي هو 200. فيبقى انا حطيت 200 باوندز، طلع لي يعني هيبقى المبلغ في نهاية المدة 245.1 باوندز، تمام؟ الموضوع زي ما انتم شايفين بسيط. طب لو انا دلوقتي الفترة الزمنية اللي هيتحسب عندها الـ compound interest ما كانتش سنوية annually، كانت عبارة عن زي ما هنشوف في المثال التاني ده، بقولك you put $380 in a deposit account that pays 6% interest compounded every 6 months. يبقى هيتحسب every 6 months، كل 6 شهور. How much is in your account at the end of the 4 years؟ يعني إذا أودعت مبلغ $380 في حساب وديعة بربح مركب يحسب كل 6 شهور، ما قيمة المبلغ الموجود بحسابك في نهاية الـ4 سنين؟ يعني المبلغ ده هيتحط لمدة 4 سنين وهيتحسب الربح عليه كل ايه؟ كل 6 شهور، تمام؟ فبقى دي الفترة الزمنية الواحدة. طيب الفترات الزمنية كلها في للـ4 سنين هتبقى كام؟ يبقى احنا الاول ادي الـ principal amount اللي هي P، وادي الـ I زي ما احنا عارفين، واجمالي السنين هي 4، والفترة الزمنية الواحدة اللي هيتحسب عندها الربح 6 شهور، يبقى هشوف قد ايه من السنة، يبقى 6 على 12، يعني هيتحسب الربح كل نص سنة كده. لو جينا عملناها كده من غير ما نستخدم القانون ده، اجيب عدد الفترات الزمنية، عندي 4 سنين وكل نص سنة هحسب الربح،
يبقى إجمالي عدد الفترات كام؟ 8. طب هنجيبها بالقانون، بقول كابتل N اللي هي إجمالي عدد الفترات بتساوي N1 اللي هي قلنا 4 مقسومة على 6 على 12، يعني نص. هطلع النص في الباست فوق هتبقى 2، يبقى 2 في 4 يبقى إجمالي عدد الفترات بتساوي 8. تمام، يبقى بعوض في القانون بتاعنا كابتل E اللي هو المبلغ اللي هيكون موجود في الحساب في نهاية ال4 سنين اللي هو المطلوب، هيكون عبارة عن 380 البرينسيبال اماونت المبلغ الأساسي، وأجي between two brackets 1 plus i اللي هي 6%، أوكي، أس 8 اللي هي إجمالي عدد الفترات. هيطلع لي القيمة اللي between two brackets اللي بين القوسين 1.59%، هضربها في 380، يبقى إجمالي المبلغ اللي هيكون في الحساب اللي هو حساب الوديعة هو هيكون 665.66 دولار، أوكي. وبالشكل ده احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وزي ما شفتوا موضوع الربح البسيط والربح المركب عملية بسيطة جدا، قانونين مش هنخرج عنهم، وان شاء الله كده بالشكل ده هنكون نهينا المحاضرات بتاعتنا، اوكي. وكل سنة وانتم طيبين.